وزير المالية: الحكومة لا تصرف على الحركات المسلحة ويتوقع حدوث عجز في الموازنة الجديدة. تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لمنتجي هيئة السوق الزراعية إلى 24 من الشهر الجاري. حكومة مصرية تعلن خفض ضريبة مدخلات الإنتاج لأكثر من 150 صنفا. شاهدونا الأفاضل عبر قناة السودانية 24 ومستمعو إذاعة السودانية 24 على الموجة FM 93.6. مرحبا بكم في الحدث الاقتصادي، ونستهله بحزمة من الأخبار المحلية الاتحادية، ونقدم بعده طائفة من أخبار الولايات، ثم نختم الحدث بحزمتين من الأخبار الإقليمية والعالمية وتذكير بأهم العناوين. أهلا وسهلا بكم. حيث نفى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبري إبراهيم صرف وزارته على الحركات لجهة أنها لم تدخل في الترتيبات الأمنية وليس لديها موظفون يصرف عليهم، وشدد خلال مخاطبته ورشة تنمية الإيرادات الضريبية على ضرورة توسيع المظلة الضريبية، وأوضح أن الضرائب يفترض أن تمثل 12% من الدخل القومي، بينما عمليا لم تتجاوز 6%، وفي المقابل تجد أن متوسط الدول الإفريقية 15%. وأشار إلى أن هناك شكوى من دافعي الضرائب بشأن الأرقام الكبيرة المتحصلة، وشدد على أن تكون الضريبة جاذبة وليس منفرة للاستثمار. وكشف جبري عن وجود مشكلة في الإيرادات بسبب الكساد العام في السوق، وانتقد القصور في دفع الضريبة في السودان، وتوقع وزير المالية حدوث عجز في الموازنة الجديدة، ولكن اعتبر ذلك أمرا طبيعيا وغير مخيف، وأقر في الوقت ذاته بالاستدانة من النظام المصرفي لتمويل مشروعات التنمية ولتسيير الدولة أحيانا، وقال: إلا أننا مجتهدون ألا نستدين بقدر المستطاع من النظام المصرفي لتأثيره على الزيادة في التضخم والأسعار. وفي الوقت ذاته قلل وزير المالية من تأثيرات أيلولة شركات القوات المسلحة لوزارة المالية، وأشار إلى أن كل جيوش العالم تمتلك مصانعها الخاصة عبر شركات التصنيع الحربي، وأعلن تأييده لتمويل الصناعات الدفاعية والحربية لتوفير مستلزمات واحتياجات القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية والنظامية الأخرى عبر التصنيع المحلي. أكد وزير الري والموارد المائية المكلف المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور ارتفاع مناسيب الري بشمال الجزيرة لإكمال ريات محاصيل العروة الصيفية واستعداد الوزارة للعروة الشتوية خلال الموسم الزراعي 22-2023. ووجه خلال تفقده مناسيب الري بقنوات أقسام شمال الجزيرة بمعالجة التحديات كافة من أجل الخروج بموسم صيفي ناجح، وقال: لن تشهد المساحات المزروعة العطش هذا العام بفضل المتابعة المستمرة من قبل مهندسي الري. وطلب رؤساء أقسام الري بحسم التفلتات الخاصة بالزراعة خارج الدورة الزراعية، ووجه بإجراء المعالجات الفنية اللازمة للكسورات التي حدثت بقنوات المشروع نتيجة السيول والأمطار بمحلية المناجل مؤخرا لضمان نجاح الموسم الزراعي ومنع الضرر بأهالي الجزيرة. من جانبه أكد مدير عام عمليات الري المهندس مستشار قسم الله خلف الله أن إمداد المياه بترعتي الجزيرة والمناجل بلغ 14,500,000 متر مكعب، منها 12 مليون بترعة الجزيرة ومليونان وخمسمائة ألف بترعة المناجل. ناقش اجتماع مشترك بين وزير الطاقة والنفط المهندس محمد عبد الله محمود والسفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، ناقش موقف تنفيذ مشروع زيادة الربط الكهربائي بين السودان ومصر، وبحث الاجتماع إمكانية زيادة الربط الكهربائي وطرح مشروعات الطاقة المتجددة في السودان للشركة المصرية والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال بجانب التدريب والتطوير للكوادر وتبادل الخبرات. وأشاد وزير الطاقة بالدور الذي تلعبه مصر في تذليل العقبات التي تواجه مشروع تركيب المحولات، مؤكدا أن الأعمال تسير بصورة طيبة بعد استلام معدات المحطة كافة، والتي يتوقع أن تعمل على رفع الربط الكهربائي من 70 ميجاوات إلى 300 كمرحلة أولية حتى تصل إلى 700 ميجاوات. وأكد السفير المصري حسام عيسى اهتمام ودعم مصر لمشروع زيادة الربط الكهربائي وزيادة التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء. استقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي وفي السوق الموازية
وحافظ سعر الدولار على مستوى 570.49 جنيه في الصرافات و 575.8 جنيه في المصارف التجارية، وسجل سعر الدولار لدى السوق الموازية 580 جنيها، وبقى سعر اليورو عند 571.50 جنيها لدى الصرافات و 576.10 لدى المصارف التجارية. واستقر سعر العملة الأوروبية في السوق الموازية عند 560 جنيها، وسجل سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي نحو 151.69 جنيه في الصرافات و 552.91 في المصارف التجارية، فيما بلغ سعره لدى السوق الموازية 150 جنيها. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم وفقا للبنك المركزي نحو 155.29 جنيه في الصرافات و 156.54 جنيه في المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية عند 158 جنيها. قال بنك السودان المركزي إنه واصل اليوم في تلبية كل الطلبات التي تقدمت بها المصارف لمقابلة احتياجات عملائها من النقد الأجنبي. وأكد البنك في تعميم صحفي استمراره في تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي دعما لاستقرار سوق النقد الأجنبي. دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تضامن عربي ودولي مكثف من السودان في مواجهة محنة السيول والفيضانات. وقال أبو الغيط في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أدعو إلى تضامن عربي ودولي مكثف مع السودان في مواجهة محنة السيول والفيضانات، ودعا إلى الإسراع في التحرك بشكل عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية وأضرارها ووضع خطة استجابة متكاملة. حدث الاقتصادي متواصل معكم، وبعد الفاصل ننتقل إلى طائفة من الأخبار الاقتصادية الولائية، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في الحدث الاقتصادي. وصلنا إلى الأخبار الاقتصادية الولائية، وفيها بدأ حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي خلال الأيام القليلة المقبلة زيارة إلى دولة ليبيا لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. والتأم الأحد اجتماع مشترك بين حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وأعضاء الجانب السوداني بالغرفة السودانية الليبية المشتركة. وأوضح رئيس الجانب السوداني بالغرفة السودانية محمد أحمد زين أن الزيارة ستشهد انعقاد الاجتماع الأول للغرفة المشتركة بكامل عضويتها من رجال الأعمال بالبلدين لبحث خطط عملها وتحقيق أهدافها في النهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية ورفع مقترحات حلول لتذليل المشاكل والعقبات الجمركية والمصرفية. وأشار إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة فتح الحدود أمام حركة التجارة بين السودان وليبيا، بجانب فتح قنصلية لدولة ليبيا بالفاشر وقنصلية للسودان بمدينة الكفرة الليبية لتقديم التسهيلات والدعم المطلوب لرجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. أرجأ مسجل عام تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني مستشار عامر الشريف انعقاد الجمعية العمومية لمنتجي هيئة السوق الزراعية المزمع انعقادها في 5 سبتمبر إلى 14 منه، وأوضح أن القرار يهدف إلى مراجعة ملفات وسجلات المزارعين والتأكد من بياناتهم من أجل التجويد وترقية الأداء والعمل. وأكد المسجل العام من أن انعقاد الجمعية العمومية لمنتجي هيئة السوق الزراعية يسهم في تأهيل وتطوير المشروع الذي من شأنه دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في توفير فرص الاستثمار الزراعي. وقعت حكومة شمال كردفان والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية اتفاقية استغلال الرمال البيضاء وتوطين الصناعات المتعلقة بها. وقال المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عثمان حسن عبد القادر إن المشروع التجريبي للرمال البيضاء يؤسس لثورة صناعية كبرى، وأوضح أنه يمثل فرصة لتدريب وصقل الكفاءات السودانية. وأكد والي شمال كردفان المكلف فضل الله محمد علي التوم أهمية الاستفادة من القيمة المضافة للرمال البيضاء لتحقيق التنمية والإعمار بمناطق الولايات المختلفة.
صادق وزير التخطيط العمراني المكلف بولاية الجزيرة فضل المولى أبو سالف على قرار قضى بتقسيط رسوم الخطة الإسكانية بولاية الجزيرة، واشترط دفع 40% من جملة الرسوم مقدما على أن يقسط متبقي المبلغ على 3 أقساط متساوية شريطة استيفائها قبل نهاية السنة المالية 2022، أو يقسط متبقي المبلغ على قسطين شريطة استيفائه قبل نهاية السنة المالية 2022. وجه الوزير مصلحة الأراضي بالولاية وضع القرار موضع تنفيذ. قالت إدارة السدود بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بالخرطوم عن أنها أكملت الجاهزية لتحقيق أعلى مستوى من السعة التخزينية لمياه السيول، وسجلت الإدارة زيارة ميدانية إلى عدد من السدود بالخرطوم للوقوف على قدرتها التشغيلية في استيعاب مياه السيول، أبرزها الكنجر، السيليت، الكباشي، المنصوراب، شمبات، وادي سيدنا. وقال مسؤول بالهيئة إن السعة التخزينية لسد المنصوراب بلغت نسبة 80%، واستوعب كمية السيول المنحدرة من مناطق كردفان تجاه ولاية الخرطوم تماما وفقا لما هو مخطط له. وأشار إلى أن سدي خور شمبات ووادي سيدنا لم يبلغا السعة الاستيعابية بعد. وجه ولي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد بمعالجة المشكلات التي تعترض مشروع البجراوية الزراعي، ودعا خلال اجتماع مع وفد قرى ومناطق البجراوية إلى تكامل الجهد الرسمي والشعبي لزيادة المساحات الزراعية وإزالة أشجار المسكيت من المساحات التابعة للمشروع لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج. ووجه الوالي بمعالجة كافة المعوقات بالمشروع وإدخال الطاقة الشمسية وتدعيم وحدات الري لزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف. في الأخبار الإقليمية، قررت الحكومة الإثيوبية فتح القطاع المصرفي أمام المستثمرين الأجانب، وأكد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن فتح الخدمات المصرفية أمام المستثمرين الأجانب بشأنه أن يدعم تحول اقتصاد البلاد من خلال تعزيزه ليكون له ارتباط أفضل بالسوق الدولية. ومنحت حكومة أبي أحمد في العام الماضي ترخيصا لمشغل اتصالات خاص لكسر احتكار شركة إثيو تيليكوم المملوكة للدولة في أحد أكثر القطاعات الاقتصادية ربحا. تبدأ وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية اليوم أول منافسة إلكترونية علنية على رخصة كشف موقع الخنيقة التعديني غرب مدينة الرياض أو غرب مدينة الرياض، وتجري المنافسة بمشاركة 3 شركات وتحالفات عالمية تأهلت بعد أن حصلت على أعلى الدرجات في تقييم المعايير الفنية إلى جانب القدرة المالية. وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إلى أهمية الموقع من حيث المورد المعدني البالغ حجمها 25 مليون طن من الخام، مؤكدا أن الموقع يمتد على مساحة كبيرة تغطي 350 كيلومترا مربع، وأشار إلى أن موارد الموقع تشمل الزنك والنحاس والذهب. أعلنت الحكومة المصرية خفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، وأصدر وزير المالية محمد معيط قرارا قضى بخفض العريفة أو التعرفة الجمركية المعمول بها حاليا. وقال الوزير في بيان الأحد إن ذلك يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والموارد الخام الأولية التي تدخل جزئيا أو كليا في إنتاجها، بما يحمي الصناعة ويحافظ على معدلة التشغيل والعمالة. وافقت الحكومة الإيرانية على استخدام العملات المشفرة لاستيراد السلع من الخارج، وذلك بعد فترة وجيزة من الإعلان عن تمويل طهران أول شحنة استيراد بالعملة المشفرة. وأعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الإيراني علي رضا عن نجاح بلاده في تسديد سعر حمولة بقيمة 10 ملايين دولار عبر العملات المشفرة، مؤكدا أنها بحلول نهاية سبتمبر الجاري فإن استخدام العملات الرقمية والعقود الذكية سيتم بشكل واسع في التجارة الخارجية لإيران مع الدول الأخرى. وقعت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية مع كل من السعودية والبحرين والإمارات اتفاقية ربط لإقليم الدوحة مع إقليم معلومات الطيران في تلك الدول،
وتعود هذه الاتفاقية إلى مشروع قدمته دولة قطر عام 2018 يقضي بإنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ. وأشاد وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف بالجهود التي بذلتها كل الأطراف للوصول إلى توقيع هذه الاتفاقيات. في الأخبار العالمية، حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من ضربة روسية حاسمة في الشتاء بهدف زيادة الضغط على إمدادات الغاز في أوروبا، فيما قال الاتحاد الأوروبي إن أعضاءه اتخذوا إجراءات طارئة للحيلولة دون أزمة غاز خلال الشتاء المقبل. ودعا الرئيس الأوكراني إلى تغليط العقوبات الغربية على روسيا لحرمانها من عائدات المحروقات، مضيفا أن موسكو تحاول زيادة الضغط على أوروبا عبر وقف ضخ الغاز بواسطة خط نورد ستريم 1، وذلك لإضعاف وترهيب الدول في أوروبا. وافقت الحكومة الألمانية على خطة تحفيزية بقيمة 65 مليار يورو لتخفيف الضغط على الأسر من ارتفاع فواتير الطاقة في ظل تضاؤل إمدادات الغاز الروسي. وقال المستشار الألماني أولاف شولز إن روسيا ليست شريكا يعتمد عليه في مجال الطاقة، مؤكدا أن بلاده ستتجاوز الشتاء القادم بدون أن تواجه نقصا في إمدادات الطاقة بعد ملء خزانات الغاز. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم إن لجنة حكومة من اليابان مكلفة بمعالجة قضايا ارتفاع الأسعار والأجور ستجتمع الجمعة المقبلة للنظر في إجراءات إضافية لتصدي لتلك القضايا. ودعا الحكومة إلى مراجعة وزيادة الدعم من أجل استخدامه بشكل فعال لمواجهة ارتفاع الأسعار، وأشار إلى أن مسألة معالجة تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام على الشركات والمستهلكين ضمن قائمة أولويات الحكومة للفترة المقبلة. في ختام الحدث الاقتصادي إلى حضراتكم تذكيرا بالعناوين: الحكومة لا تصرف على الحركات المسلحة ويتوقع حدوث عجز في الموازنة الجديدة بحسب وزير المالية. تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لمنتجي هيئة السوق الزراعية إلى 14 من الشهر الجاري. الحكومة المصرية تعلن خفض ضريبة مدخلات الإنتاج لأكثر من 150 صنفا. تحياتي لكم وفريق العمل، انتبهوا على أنفسكم والسلام عليكم.